طبعا ميه الشيخ بسرعه برضه، ميه الشيخ ليه قصه زي ابن طولون، ميه الشيخ سجن في خزائن شمايل اللي كانت على سور القاهره القديم، وحلف ان هو لو طلع وقتل طالب البريق او خد الملك منه يعني هي ايه؟ هيقلب المكان ده للجامع. هو بيقول البراغيث قعدت تاكل فيه ريحه لغايه ما وصل لهذا القرار. تمام؟ فالمهم اللي انتم شايفينه باللزق ده توقعنا لمكان خزائن شمال اصلا كان فين؟ وده السور، الجامع طلع بره السور، يعني الجامع خد حته من الحته اللي قدامه السور. انا الماجستير بتاعتي كانت على المنطقه دي. فاكتشفت ان المنطقه دي كل اللي بنى فيها اقوى واحد في عصره. سواء كان سلطان او اقل من السلطان. يعني تبتدي القديم قوي الصور بناه امير الجيوش، ما كانش الخليفه بس كان اقوى من الخليفه. جوابات جوابه نفس القصه نيجي بعديها. الصالح طلائع كان اسمه الملك الصالح طلائع، كان هو يعني كلامه بيمشي على الخليفه نفسه. يجي بعديه احنا قلنا جمال الدين الصدار، كان راجل فاسد بس كان قوي ايام فرج المرؤول. الراجل فرج المرؤول خدها منه، خد المبنى منه. فرج المرؤول لما خد منه المبنى طبعا كان ساعتها رامي صاحبنا المؤيد في السجن، فالمؤيد حلف انه يزيد له معماريه. فعمل ايه؟ تخيلوا ان الزاويه دي كانت هنا عند الباب. المؤيد عمل ايه في الباب؟ لا طلع مبنيتين 40 متر فوق عشان يبقى هو فرج المرؤول قد كده مؤيد قد كده. ده اذلال معماري مش يهده، لا سابه وخلاه هو صغير تحت رجليه. عبقريه في التصميم دي انا بعتبرها وكاله رضوان بيه. طبعا رضوان بيه كان واحد من شركات الحكم العثماني ساعتها، كان هو ومراد بيه الاثنين مشاركين في مصر، كان من اقوى الرجال. واخر حاجه نفيسه البيضه. نفيسه البيضه دي كانت معطوقه مراد بيه، وافتدت نفسها من نابليون بمليون الف الف دينار، وبنت وكانت اسمها تفتكروا ما كانتش قويه في البلد؟ يعني مراد بيه ملوش شغل في البلد، هي ليها اثر، هي كانت اقوى من الحاكم نفسه. مش مهم مين يحكم مصر، المهم مين جوز حاكم مصر. طبعا الصوره دي لذيذه جدا، بتبين ثلاث حاجات. بتبين ان في صدفه كانت طويله. بتبين ان كان في محلات على وش مؤيد شيخ. بتبين ان باب زويله كان معمول رابع فيه. كان مسكون، لان باب زويله ما بقاش بوابه بعد ابتداء القاهره ايام صلاح الدين الايوبي. فالبوابه من فوق فاضيه. نعمل عليها رب. ناس تسكن فوق وتبص على الميدان حاجه زي الفل. رسم ده الباسكال كوست للجزء الاثري في وقته. خلي بالكم يا جماعه رسومات باسكال كوست بالذات 90% منها مشروعات. باسكال كوست كان مهندس فرنساوي في ايام محمد علي، كان بيعمل مشروعات. فكان عايز يعمل مشروع لاستكمال جامع المؤيد شيخ. جامع المؤيد شيخ ليه قصه؟ في ناس بتقول ان هو لم يستكمل ايام المؤيد شيخ، لان كان المفروض ان الجامع هيتعمل زي جامع فرج المرؤول بقبتين كبار. جامع فرج المرؤول في القرافه اتعملت قبه واحده والثانيه ما كملتش. وبيقولوا ان الاروقه اللي ورا دي عمرها ما اتبنت. انه البناء وقف في وسط التنفيذ يعني. في العصر بتاع شكل تاريخ بالظبط 1740 تقريبا كان في ثوره زي ثوره 25 يناير كده جوه الجامع ده. كان في شويه مماليك قعدوا جوه وعملوا اضراب وبيضربوا ايه؟ السلطان.
فيليها السلطان او الوالي، خد افتة من مفتي الديار انه يدق الجامع ده كله علشان يقضي على هذه الثورة. فالمفتي اجاز له انه يدق الجامع بس يبنيه تاني بعد ما يخلص، فهو دق وما بنقش. قبل اللجنة بعشرين سنة ايام الخليوي اسماعيل تقريبا، الحيطان الخارجية بتاعت الجامع ده استكملت، يعني كان فيها مفيش توثيق للكلام ده، بس كان يعني كان فيها مثلا ارتفاع بتاع بني ادم، والسور كله كل اللي انتم شايفينه عرايس والكلام ده بتاع الواجهه الخارجيه، ده شغل اللجنه قبل ما اللجنه حتى تتعمل، كان قبل اللجنه ب 20 سنه 1807 1860 حاجه زي كده. المحراب الواجهه الداخليه بالايوان القبله ده الاصل، ده راسكال كوست برضه. الواجهه دي ما كانتش موجوده ساعه ما هو رسمها، اللي انتم شايفينه ده كله ده لا ده تخيله، ده مش مستحدث، لا هو بيعمل مشروع، بيعرض المشروع، بيعمل منظور للعميل، يقول له انا هقف الجامع هنكمل بالمنظر اللي كان موجود الوقت ده كله، وده ودي مش موجود. فرست في الاخر على اللجنه عملت، وكان الجامع جوه كله اشجار، كان جو لذيذ كده تخش جوه. جه في الثمانينات التسعينات اتعمل مشروع ايام احمد ادري صالح تامي، عمل الامدان تتعمل خرسانه وتتكسر مذاكر وتتكمل بعد كده بالحجر. ده بقيه الرسم بتاع باسكال توست اللي تخيله للبلان هيبقى عامل ازاي. طبعا البلان مش كده، البلان معروف، بس هو كان بيرسم على فكره هو، هو معوج لان الشارع مختلف عن اتجاه القبله، فالمعماري كان بيعمل عوجه في المسقط الافقي علشان الحيطه ما تبقاش سمكها زي ما انتم شايفين، ما تبقاش سمكها واحد، بتبقى كده كده في المسقط الافقي الاصلي. هنا في قبه دلوقتي، هنا كان في قبه دي اسمها قبه الحريم، دي قبه المايه المدفون هنا، هو وابنه مراته وبنته مدفونه الناحيه الثانيه، بس معمول سقف جمالهم لان هم ما كملوش قبه اصلا. طبعا في حمام ورا، طبعا من الصور الغريبه جدا اللي محدش يتخيلها ان المبنيتين رؤوسهم كانوا مش موجودين، واللجنه استكملت الرؤوس على الرسم اللي احنا شفناه بتاع ديفيد روبس. فشويه الصور دي تدي لك تقدر تفهم منها الدنيا كانت ماشيه ازاي. فين الراجل اللي كان الصور دي؟ عارفين ده ايه؟ ايه؟ بس عارف ده ايه؟ بيت الاهالي والقياده. ما هو كان راكب فوق السور وبيوصل من فوق السور. فده وقع على السور اتكشف، بس ما اتكشفش قوي، والحته اللي ورا اللي هي صغيره قوي تخش بيت تلاقيه اوضتين وصاله، ما في كان بيت قد كده يعني، بيت كان بيلف فوق السور وينزل الناحيه. هو كان فيه حاجات كتيره، وكان فيه تحتيه محلات. ده الشغل بتاع اللجنه، اللجنه الحره للاثار عملت الفاسقيه بتاعت باسكال كوست اللي كان عايز يعملها، وعملت جنيه. طبعا ده الباب اللي اتصممت عليه الواجهه، الباب اللي جابه من السلطان حسن، وكان عليه نص تاسيسي من تحت اهو معمول صب نحاس بالخط الثلث الجلي، واتسرق اثناء ترميم هذا المشروع. الباب ده كان مقفول، كانوا بيشتغلوا من باب تاني، جم تاني يوم الصبح لقوا الكلام ده كله مفتوح. ده الجزء اللي كان موجود قبل بدايه المشروع، والخرسانات اللي انا حكيت لكم عليها، العقود اللي كانت مبنيه ايام دكتور صلاح لامي، دخلت فيها مشاكل، الرخام في مشاكل، المحراب الرخام بتاعه من ايات تحف الرخام،
المنبر من خلي بالكوا الشغل ده مش متكرر في مصر غير في برقوق تحاسيب وفرن البرقوق اللي هو السبيل بتاع الدهشه اللي هو زاويه الدهشه وبتاع المؤيد والشغل ده تقريبا من روافد الشام. خلي بالكوا الثلاثه اللي انا قلتهم دول كانوا ولاه في سوريا يعني المؤيد وسوري المؤيد و قلت ايه الاول برقوق دول كانوا ولاه في سوريا. برقوق العماره اللي جوه دي الشغل الخشب وشغل الرخام ده شغل دمشق. الشغل اللي في المؤيد شغل حلب. فهو كان ولي حلب وفرج جابه وحطه في السجن. المهم ده باب مسدود كان فيه مشاكل في العقود مدخل شرخ عمل 5.5 سم ده المدخل من جوه القبه فيها شرخ قبه المدخل. طبعا ده السناج اللي موجود في العناكب اللي موجوده في الاسقف. السقف بتاعه جميل جدا على فكره كخشب وكصنعه مش موجوده في حته ثانيه. البراطيم حجمها ضخم جدا. اتعمل حفاير جابوا السور حفاير جابوا السور القديم. طبعا هم الناس كلها عارفه ان هنا في السور بس ما فيش حد عمل حفاير وجاب عمل رسومات للسور بالظبط. دي الاوض بتاعه الجنود تحت طبعا له شويه مقتنيات كتيره. اتعمل وزنات للعمدان وشاف انها سليمه ما فيهاش مشكله. طبعا الاملاح واكل الحجر. اتعمل اعاده انشاء حاولوا بقدر الامكان يوصلوا للشكل اللي كان عامله باسكال فوست بس اتعمل على الاصول القديمه بالحجر كله من غير خرسانه. العمدان رخام تجانب عملة رخام او عادة عملة رخام. اتبنت العقود كلها. الناس اتعلموا ازاي يبنوا عقد في المشروع ده. ها؟ لما اشوفها دلوقتي مش هتحس بالفرق بس على خفيف. ده الجامع بعد ما خلص. دلوقتي مش هتلاقوا الصوره دي لان كله اتفرد في الجد. المنظر ده مش هتلاقوه. دي الواجهه من بره. دول الحاجات اللي نجحت في المشروع ده. لاول مره كانت اتعملت في جامع الاشرفيه. الاشرفيه كانت قدامه محلات خشب لازقه عليها. ايمن قال نشيل المحلات دي. قلت له ايمن نشيل المحلات ليه؟ احنا عندنا مشكله ان احنا عايزين نرمي الواجهه. قال لي طب ما نقدم المحلات متر ونص ونعمل لنا ممر على قد لو احنا عايزين نرمي الواجهه نبقى مركبين سقاله تتحط ونقدر نشتغل نقدر نلم الحيطه نسيب لهم المحلات زي ما هم ونبقى لنا الواجهه زي ما احنا عايزين. قال لي اعمل مشروع اعمل رسمه الموضوع ده. انا كنت شايف على المشروع اصلا فعملت الرسمه والمحلات وبعدين غبت على المشروع شهر ورجعت. ايه ده الناس ما شالتش المحلات ولا قعدت اتخانق بتاع وبعدين ببص ورا لقيت فيه منار. انا انبسطت ان الصوره بتاعت الشارع ما اتغيرتش. المحلات فضلت زي ما هي زي ما انا كنت شايفها ما حسيتش انها اتقدمت والواجهه متحافظ عليها. نعم؟ لا الناس طلعت بره المحل. يا واحدة انا ما لاحظتش المحل قد ما انا اديته نفس يعني المتر ونص. انا اكلت شويه من المحل كده بس هو كل انه بيفرد بره في الشارع دي مش مشكلتنا. دي مشكله اللي ماسك الشارع المفروض ايه يحجم الخروج ده. الارصفه دلوقتي ما بقتش للمشابه في المحلات. ده دي نفس صوره باسكال كوست حاولت اخدها من نفس الزاويه عشان اقارن ما بينها. طبعا البعد الاجتماعي كان في كشاك معموله من ايام الاتحاد الاشتراكي ودوها للناس اللي كانوا مهاجرينها من السويس. الكلام ده عرفته وانا بعمل بحث اجتماعي ايام الماجستير ان كل الناس الباعه الجائلين الموجود في الميدان بتاع الزويله ده كلهم تهجير من 56. اياميها كان ارخص حاجه في البلد هي الاثار اللي تبع الاوقاف اللي هي ببلاش قعدوا فيها الناس. بما ان اذا خلصت
فكل العشوائيات الاكشاك دي بتاعه الاتحاد الاشتراكي اتحولت لاكشاك. انا ما كنتش تابع المشروع ده، بس مشوا على نفس النهج بتاع الاشرفيه، واتساب الممر من ورا، شايفين السقالات واقفه. المحلات الاصليه اتعمل لها مظلات خشب اتجددت، ونزلنا المنشوب الاصلي واتعمل ساحه كده قدام المحلات. انا احسن حاجه انبسطت منها ان مفيش حد اتاذى من المشروع، مفيش حد. المشروع كان زمان تخش للمبنى عايز ترممه تلاقي فوق المحلات عايزين يضربوه، لانه يعني عارفين ان انت لما تيجي ترمم هتطردهم بره. اصبح في علاقه ود بين الناس وبين المشروع، بدل ما كانت كره بقت الناس عارفه. لما تلاقي الوزاره رممت لهم وجددت لهم المحل وعملت لهم ديكور كمان ببلاش من غير ما يدفعوا ولا مليم، الناس حبت الموضوع. العلاقه دي لما تبني صعب جدا، لو هديناها هنبوظ الدنيا. يا معي لا الدهشة زي الدهشة ده شغل الامريكان، مش ده مركز وحوش الامريكي يسأل في ذلك علاء حرش. هو الامريكان كانوا حاطين ايدهم على منطقه باب زويلة دي، كانوا عايزين يعملوها دي، يعني ده شغلهم كله. فعملوا باب زويلة ناير همبكان زاوية الدهيشة علاء وواحدة اسمها هدى و نفيسة البيضاء الجناشكة اللي طلع لهم زي الخازوق وهو المؤيد. بس هو يعني برضه خلي بالك المنح دي بتشتغل في حاجات صغيرة، ما يقدروش ياخدوا مشروع كبير زي المؤيد، ما يقدروش يخشوا مثلا على نفيسة البيضاء على بعضها، خدوا الواجهة بس عملوها أو بوظوها بمعنى أصح. نعم؟ أيوه، بس هي مش قصة إن الواجهة بس هي اللي مسجلة أصلا، قصة ان المبنى كله عايز يتوضح. انت عشان تحافظ على الواجهة لازم تصلح المبنى. ده فكرة ان انا مسجل الواجهة يبقى يتحرق اللي وراها، دي فكرة خاطئة. الوكالة كلها دي لو تقرا السكرية بتاعت نجيب محفوظ، اقرا السكرية في خطط التوفيقية وتشوف ازاي المبنى ده كان هو المركز بتاع تجارة السكر والشمع في مصر، مش في القاهرة، في مصر، في القطر المصري. اللي عايز يشتري سكر يروح السكرية. تمام؟ الناحية التانية وكالة التفاح، كان التفاح اللي بيجي من الشام كان بيروح على الوكالة اللي كان عاملها الرابع بتاع ظهر بيبرس، كان في وكالة هناك اسمها وكالة التفاح. الناحية التانية بره باب زويلة، كان التفاح اللي بيجي من لبنان من أيام الأمماليك كان بيتباع في الوكالة دي. الوكالات كانت بتتسمى بالتجارة اللي فيها. يجي أربع خمس تجار من لبنان، قدامهم أربع خمس تجار أو 10 تجار من مصر، يتبادلوا التجاره، بتوع لبنان ياخدوا الحاجه اللي عندنا واحنا ناخد الحاجه بتاعتنا. انت عايز تشتري صابون، روح وكاله الصابون اللي في الجمالات. حد يعرف دي فين؟ وكاله الصابون. جنب ايه؟ لا. وكاله جنب زرع خيش. وكاله الصابون دي في حاره بيت القاضي. الحاره اللي ماشيه اللي هي بتخش لها من المدخل القديم بتاع قصر بشتاك وتقعد تلف كده زجزاج، في هناك بقايا وكاله اسمها وكاله الصابون. دي كان بيتباع فيها الصابون بتاع مصر كله، بيروحوا يشتروه من هناك. كانت الوكالات كده، القاهره كلها كانت تجاره العالميه كلها بتمر من القاهره، وده سبب ازدهار العصر المماليك، الغنى الفاحش اللي هم كانوا فيه. وهذا السبب والطمع بتاع المماليك، الاوروبيين اكتشفوا راس رجاء الصالح، مشوا 40 ضعف المشوار اللي هم بيمشوه من خلال بيمروا فيه من مصر. التجاره مشيت 40 ضعف، بس لقوا ان ال 40 ضعف دول واحد على 200 من السعر لما يجي لهم من عبر مصر. واخر سنه الغوري خد 3 سنين مقدم جمرك. شفتوا جبروت اكتر من كده؟ تاخد من التجار بالمقدم 3 سنين جمرك عشان يملى الحصاد. وقت الغوري احنا كنا وصلنا من قمة التكنولوجيا، ان كان عندنا حاجة اسمها جواز سفر. لو حد قرا كتاب ابن بطوطة يقول ان هو لما دخل مصر ادوا له ورقة، كتاب صغير، قالوا له لما تحب تطلع بره مصر على الحدود سلمه للضابط فهذا جواز سفر. ابن بطوطة
قريته ازاي بركات. القصه مش تاليف. كان عندهم ملف عن كل واحد في مصر. لا بطاقه شخصيه اي دي. واخترعوا قصه البطاقه الشخصيه ان كل واحد يبقى عارف انت عارف فلان الفلاني ابن مين وعنده ايه كل واحد معاه هويه طاقه هويه. فالجمارك لما التجار تخش ياخدوا على التجاره بتاعته جمرك ده كان يعني ياخد جمرك 3 سنين مؤدب. ده ايه اللي افترض لدرجه ان لما فاسكو دي جاما بيلف لما وصل ناحيه باب المندب الغوري بعت له سفن تهاجمه عشان ما يوصلش الهند. كان في حرب كبيره جدا حصلت بين مماليك مصر وبين عند باب المندب وفاسكو دي جاما عشان ما يكملش يوصل الهند. اصل هيبقى خراب مستعجل على البلد. هو فعلا البلد بعديها من ضمن الحاجات اللي درستها لما سافرت بره حسيت ان احنا متاخرين قوي عنها. كنت عايز اعرف اجيب اقيم الفرق ده بحاجه فيزيكال يعني اقدر اقول احنا متاخرين كام سنه بالظبط بسبب كذا. عارفين احنا متاخرين كام سنه؟ ادوا رقم. اصل انا بدليل مادي هقولها لك بدليل مادي. 475 سنه. قول لي ليه؟ زمان كان اللي بيكتب كتاب علمي بيكتب الكتاب بايده بيعمل نسخه واحده. في ناس اسمها نساخه بيروح ياخد مثلا كتاب المقريزي ينسخه يعمل منه نسخه 2 3 وياخد اجر عليه. يقعد مثلا سنه يكتب ينسخ الكتاب وياخد اجر عليه ويتعمل مثلا الكتاب اقصى كتاب اتعمل له كام نسخه مثلا 20 30 المصاحف اللي اتعملت كام نسخه كانت النساخين يا اما يكتبوا مصاحف يا اما يشتغلوا فيها. لغايه ما في واحد اخترع حاجه اسمها الطباعه جوتنبرج 1432 تحولت اوروبا في هذه الفتره الى عصر يسمى عصر النهضه وابتدت الكتب تتداول بصوره اسهل لانها بتطبع بالمكن فيها نسخ. اول آلة طباعة دخلت مصر ايه؟ الحملة الفرنسية. بس كانت بتاعت الحملة الفرنسية مش بتاعت مصريين. طبع الكتب بتاعت محمد علي جاب الطباعة واتركنت. أول طباعة حصلت سنة 1882 أيام توفيق مطابع الأميرية. ما هي بولاق احسبوا الفرق بين الاثنين تعرفوا الفرق بيننا وبين ايه. خلي بالك المطبعه دي زي الانترنت دلوقتي ان انت يبقى عندك كتاب كتب موجوده في المكتبه. دي كانت الاغنياء بس الملوك هم اللي عندهم المكتبات دي المكتبات. فعايزين نعوض بقى يا شباب ال 435 سنه دي. مش لما يطير الاول. بصوا من الاخر القصه مش هتيجي من فوق لتحت. القصه هتمشي من تحت لفوق. احنا نشتغل الاول ونعمل اللي علينا ما نضيعش وقتنا في كلام فارغ. نبقى منتجين. كل واحد فينا ينتج. واللي مش لاقي حاجه ينتجها يقرا. يتعلم حاجه جديده، يتعلم لغه. دلوقتي مفتاح العالم اللغه. عشان تعوض ال 430 سنه دول اتعلم لغه واحتك مع الاجانب وافهم بيفكروا ازاي. الاجانب